تصريحاتك ضد جمال بالماضي أي. في كان الكاميرون أي. أحدثت ضجة كبيرة جدا أي. كان معنا في قناة التحرير في حصة فوروم تكلم فيصل عن جمال بالماضي عن بعض الأشياء التي حدثت هناك وقال بالفم الواحد أن جمال بالماضي مش قادر يتحكم في اللاعبين طبعا. هل بعد الضجة اللي صارت ندمت على كلامك أم مزت مصر على الكلام؟ جامي أنا عمري ما نقول كلمة ندم عليها جامي دلافي في حياتي ما دام قلت أنا متأخر جسوي سير دموع وبحضوري موش قالوا لي ولا شفت في التلفزيون أنا كنت في الكاميرون وأنا كنت حدا البوندتوش وشفت الشيء اللي صار وكي كملنا المقابلة خرجوا معنا الجوار اللي هذا هزبي دافيون تاعو داير معنا قسما بالله غير داير لاشين ورايا زروقي وسي جماعة الجوار داير لاشين معنا باش نهزوا تيكم وراحي لفرنسا وحنا راجعين للجزائر كانش معاد ما كانش عنده سيطرة وش قلت وقتها فيصل وش قلت قلت انا جمال الماضي اه مش قادر يتحكم في اللاعبين مش قادر يتحكم مش وكر عليه ما يقدش بالاخر هذا سميه لي بلايلي البلايلي قال لكم ما يلعبش بونجاح ما يلعبش احنا قاعدين بعد مركونا البيت الاول ينوض السنترال تاعنا وش اسمه سليماني لا اللي يلعب الديفونس ديفونس بالعمري جمال يا اخي كارون بلاسون جمال ناض وقف ضرب بدون تعذب له عشاك طيش وقرب يقيس نحن وراح تخلى هذاك وبالماضي شاف هكا وسكت وخلي 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 وتتحجج انت بالميديتي بالرطوبه وين الرطوبه كش ما كيف سقسات على الرطوبه ابدا كش ما واحد قال لك دخنا ومتنا احنا من العشرة تاع الصباح احنا البرة وبالرغم اني ود منطقة الصحراء معناتها ممكن نقول مع دي زالجير وادي زوراني دي تلمسانيه كل الناس كل كيف كيف واحد ما قال اعطوني قرعة ماء وانا اللي كيف ليش كت وعلاش كي رحت ثم ربحت ما درت ما قلتش الرطوبة وكذا واصطاد او سابغين اصطاد كلش كذب كلش كذب فاتت هذيك المرحلة هذيك اللي جوار طغاو عليه كان مسيطروا عليه علاش كي جا كي جا نحى وش اسمه ابراهيمي نحاه ولا لا صح وما نحاش المانجير ولا ما نحاه نحاه يا اخي وياسر نحاه مثلا لان دار ثم لي بوان نوار تاعو تطاف كي جا هنا بدا يسطرب فيه نحاه ما كذبناش احنا قلنا الحقيقه قلنا الحقيقه كلش حاضرين عليه بالماضي كيسكو سي بالماضي بالماضي بور موا انتهى غير الناس برك ايه بالماضي يسيفوها بالماضي من عاد يدخل روحه في الامور السياسيه ويدخل روحه في تنصيب الرؤساء الاتحاديات خلاص اللي فوتي اني بلي كونسونتري على الفوتبول هاك شوف دركا تونس لعبنا معاها ولا واش دارت فينا ومازال مازال واش دار كيس كي لا في بالماضي يدي 5 ولا 6 مليار بار موا واش دار لنا ديسكالي في من كوب دافريك ولا لا صح ديسكالي في من كوب دي مون علاش نخليها وشو هذا نبي كيس واش دار لنا 34 مقابله بدون خساره برا تو نطلع التضامن ولا عشاش عام الجاي باذن الله بدون بدون خساره برا لستون بيفك عليك هذا مش حديث خلاص انا جبتك كونترينر لوبجيكتيف لا كاليفيكاسيون كوب دافري كوب دي مود ما كانش تخرج على روحك علاش راك تنحو في لي زونترينر درك الكوكي وجا ما دارش دي بون ريزولتا تونسي نعم نحوه نحوه ولا لا صح نحوه قداش واحد يطبق على هذا ولا علاش هذا او وزير السعاده وزير حوشكم اعطيني ناي 5 ملاير ومن بعد تقول لي ماكش وزير طلع شو سي با سا لو فوتبول لو فوتبول كي يجيب ان اونترينير لوبجيكتيف لازم اتان لوبجيكتيف جبتك باش تروح للكوب دافريك كوب دي مود ما كانش السلام عليكم واش طلعت لي انت حتى يقول لك على لي جوار تاع اللي يلعبوا المحليين تصابطي فيهم ما يا با دو نيفو هذا سي لو بلون مونتال حطمتهم كسرتهم نحيت لهم الرحمه تاعهم لازم يخرج يلعب منه وطلعوا باش يجي مش سي با سا لو فوتبول جميل.